السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا فيه كل المعلومات اللي تحتاجها عشان تجتاز امتحان الإمسات اللغة الإنجليزية بنجاح بإذن الله. نبدأ. الصورة اللي قدامك على اليمين هي Achieve، فأول مكان تحتاج عشان تسجل فيه عشان تعرف معلومات عن الامتحان هو Achieve، فبسهولة تدخل على جوجل تكتب MSAT Achieve ومباشرة يوديك لموقع الوزارة، ومنه ممكن تأخذ تدريبات تسجل وأشياء كثيرة. طيب، الصورة اللي على اليسار Fast Test، هذا يوم الامتحان يكون عندك كود، يعطوك كود خاص وتدخل هنا وتسوي الامتحان. طيب، فبما أن الامتحان Computer Based ففي Database فيها آلاف من الأسئلة، وكل طالب ما يشبه الطالب الثاني في أي شيء. هل تتكرر الأسئلة؟ نعم، مرات تتكرر الأسئلة، وفي تغيير دائم في امتحان الإمسات. طيب، ساعتين وخمس دقائق هو زمن الامتحان، وعلى فكرة الامتحان سريع جدا، فلازم التدرب على الطباعة، وهي نصيحة أولى، تدرب على الطباعة. في 97 سؤال. طيب، الأسئلة بالتفصيل. الأسئلة الأولى هي جراما 1 2 3 و 4، مجموعها 30 جملة، تتدرج في الصعوبة. احنا نعرف اللي فيه A1 A2 B1 B2 C1 C2، مقسمة اللغة الإنجليزية لها المراحل، وكذلك الأسئلة تزيد في الصعوبة، فالأسئلة الأولى تكون سهلة وهكذا تتدرج. طيب، هذا نموذج من الأسئلة للقواعد. طبعا في قناة MSAT Plus تلقى حل لثلاثة أو أربع امتحانات كاملة بالفيديو، وتلقى كمان كل ما تحتاج، كل أقسام الامتحان موجودة فيها فيديوهات، وبالذات في البلاي ليست. لو تروح على MSAT Plus تدخل على البلاي ليست Writing تلقى أكثر من 30 Writing، فيه نماذج، فيه أشياء جاهزة تتعلمها، أشياء كثيرة مفيدة. إن شاء الله بعدين نجي للتفاصيل. بعدين الفوكاب. الفوكاب مهم جدا في امتحان الإمسات وبصفة عامة في تعلم اللغة، لأن أول ما يتعلم الإنسان هي الكلمات، ما يتعلم القواعد. فاللي عنده كلمات يفهم القواعد، يفهم الريدنج، يقدر يكتب، يقدر يتكلم. نفس الشيء الفوكاب مقسم إلى A1 A2 B1 B2 C1 and C2، ويتدرج في الصعوبة. كمان عندنا 30 سؤال هنا، وهذا نموذج من الأسئلة. طيب، وهذا كمان نموذج ثاني. نجي للريدينج. الريدينج في 10 paragraphs، وعلى كل paragraph سؤال. يعني يجيك السؤال بهالشكل هذا، سؤال واحد في كل فقرة، والأسئلة في فيديو جدا مفيد اسمه شلون أجيب فول مارك في الريدينج، كثير مهم. وكمان في البلاي ليست اللي في موجودة في MSAT بتلقى كل الريدينج، نماذج كثيرة مع الحل وكيف تحل. الباراجرافس الخمسة الأولى سهلة نوعا ما، الثانية أصعب، تدرج في الصعوبة. وآخر شيء الريدينج 3 قطعة طويلة فيها 7 أسئلة. في أسئلة الإمسات هي 6 أو 7، وفي فيديو يشرحها كل كيف تحل أي نوع من الأسئلة، مفيد جدا كمان الفيديو. هذا نموذج قلنا من الأسئلة. بعدين تجي الكلوز تيست، وهي نوعين. الكلوز تيست الأولى تجي فقرتين وفيها كلمات وانت تعبيها بالكلمات، هاي أصعب شيء تقريبا في الامتحان. وكلوز تيست 2 كمان تدريبين، لكن المرة هذه بالpropositions، حروف الجر، هاي إشارة أنك لازم تركز على حروف الجر كمان. طيب، بعدها نمر لأسئلة sentence builder. sentence builder 10 جمل و11، هي تكون بالشكل هذا. تبدأ سهلة في الأول،
خمسة الأولى سهلة، ثلاثة سهلين، وتزيد في الصعوبة لين في النهاية أنت تسوي الجملة بروحك. النموذج الامتحان السؤال الموالي هو الباراجراف بيلدر. طيب عندنا في الأول سنتنس بيلدر، الحين باراجراف فقرة كاملة. كيف هذه تجي؟ تجي على نوعين. النوع الأول شكل دايلوج، يعطيك الكلمات وانت تعبيه، والنوع الثاني يكون باراجراف وانت تعيد ترتيب الجمل. وهذا نموذج من السؤال الأول، يكون دايلوج بين اثنين وانت تعبي، يعني دراج اند دروب. وبعدين عندنا الرايتنج، هذا أهم شيء، هو 25% من الامتحان، يعني 500 الامتحان من مجموع 2000. فالرايتنج هذه يعني كانت سبب في رسوب الكثير اللي بسبب الطباعة، سرعة الطباعة هذا شيء، واثنين اللي ما يعرف شيء عن الكتابة الأكاديمية. وللمرة الأخيرة نقول لكم اللي في أشياء جاهزة، يعني أنت على طول بس تشوف لك القوالب، لأن في 4-5 أنواع من المواضيع اللي تجي دائما، opinion شو هي وإلا discuss في الآخره. فموافقين إن شاء الله الامتحان هو من السهل الممتنع، له صعب وله سهل، لكن فعلا يكشف قدرة الطالب وإمكانياته ومهاراته في اللغة الإنجليزية. فما هو امتحان عادي بحيث الإنسان يجي يراجع في آخر وقت وبعدين يندم، لا، يحتاج وقت وترتيب، وما هو بالسهولة اللي تعتقد كثير من الناس، يعني لأن الهدف مش أنه الواحد يجيب علامة النجاح فقط، اللي يسعى أن يجيب علامة النجاح يجيب أقل منها، فأنت لازم تسعى أنك تجيب أكثر وأكثر، وقادرين على هذا. قناة أمسات بلاس موجودة هنا لمساعدتكم، وكمان في خدمة الدروس الخصوصية والكورسات أونلاين ووجه لوجه. سأترك في وصف الفيديو لينكس لكورس مجاني أي واحد ممكن يستفيد منه، وفي كورس مدفوع، وكيفية التواصل معي لمن يحتاج. ربي يوفقكم وينجحكم أجمعين، وإلى اللقاء.